طبعا احنا ماتشين مهمين جدا، ماتشين مصريين جدا بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه لينا كجمهور الكره المصريه. نتمنى طبعا المنتخب يطلع بنتيجه ايجابيه تحقق له صداره المجموعه وتحقق له الوصول للمرحله اللي بعد كده. الفتره اللي فاتت كان في تراجع، يعني خلينا نتكلم شويه عن حاله الجدل اللي حصلت من امبارح بعد اعلان القائمه النهائيه للمباراتين ليبيا باستبعاد أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي واحمد سمير. طبعا خلينا نتكلم ان القرار الاغرب او اللي كان عامل جدل كبير جدا هو استبعاد أفشة ومحمد شريف، واحد هداف الدوري الموسم اللي فات او الموسم اللي هو خلص من شهر بالظبط، وواحد يعني احسن لاعب في الدوري الموسم اللي فات. أفشة ومحمد شريف الفتره اللي فاتت حتى مع المنتخب بيأدوا بشكل كويس، بيأدوا بشكل كويس جدا، ليهم دور. أفشة مش هنقول يعني ماتش انجولا هو اللي احرز الهدف والكلام ده، لكن هو اللي بيعمل شكل هجومي، كان بيعمل شكل هجومي للمنتخب الفترة الأخيرة، حتى وإن كان الناس بتقول ملناش شكل، بس هو الوحيد اللي كان بيحاول في الناحية الهجومية لمنتخب مصر. كان أفشة دوره مهم جدا مع المنتخب، دوره مهم جدا مع النادي الأهلي. ممكن يكون في الفترة الأخيرة يعني طبيعي في حالة إجهاد، في شوية المستوى ممكن يكون بعيد شوية، مش هو أفشة اللي إحنا عارفينه، مش هو شريف. بس لو جينا نقارن الناس اللي مثلا موجودة في نفس الأماكن أو اللي تم اختيارها، يعني اعتقد ما كانش فيه تألق ملفت او لافت للنظر الفترة الأخيرة. عندي اتنين بقيمة محمد شريف وأفشة ما ينفعش استبعدهم، مش ما ينفعش استبعدهم لحاجة يعني الأسباب غير منطقية، لا هو انت مش هتعتمد عليهم، هتعتمد على عناصر تانية. هو السبب الوحيد المنطقي من وجهة نظري اللي قلت في ده انه بداعي الإصابة، والاثنين اللي انا اعرفه في حدود معلوماتي الاثنين جاهزين وغير مصابين. طبعا ليه كل الدعم وليه كل الحريه الراجل يختار، ويختار اللي هو شايفه اصح وانسب للمنتخب، لكن الاثنين لو انت مش هتعتمد عليهم بشكل اساسي لازم يكونوا متواجدين في ال 18 في السكور بتاعك، لان انت هتحتاج محمد شريف في وقت من الاوقات، هتحتاج أفشة في وقت من الاوقات، فالاثنين لا غنى عنهم في قوام منتخب مصر. ممكن ما تعتمدش عليهم بشكل اساسي من ال 11 اللي انت هتبدا بيهم اللقاء او تعمل حسابك عليهم، لكن تواجدهم لازم يكون يعني بشكل ضروري بعيدا عن اي انتماءات. خلي بالك احنا بنتكلم لمصلحه منتخب مصر. مصطفى فتحي يعني التقييم بتاع مصطفى فتحي مثلا جه من لقاء ليبيريا مع يعني اعتقد برضو هيبقى من الظلم اللي انا احكم على مصطفى فتحي في مباراه ليبيريا، لان ما كانش الشكل العام لمصر او لمنتخب مصر في ليبيريا، كان كل اللعيبه في حالتها او في المستوى الفني العالي جدا. هو لو قياسا زي ما انت بتقول كده، طب ما يبقى من الاولى ان انا اخد شريف معايا اللي حط الهدفين بتوع المنتخب في نفس المباراه. حتى الراجل في ناس تقول لك طب الجونين سهلين، او هو متواجد، هو الراجل فرويد اتحسب له اللي هو اللي جاب الهدفين، لكن هو مهاجم منتخب مصر الفتره الاخيره، هو راجل هداف الدوري، حتى لو بيقابله سوء توفيق الفتره الاخيره لا استحمل واصبر عليه واكون متواجد، لان هو ورقه رابحه. اول ما استقبلت الخبر يعني ايه اللي انت فكرت فيه يا كابتن ايهاب؟ يمكن انا كنا راجعين، كنت انا وبعض الزملاء في الاعلام برضو شغالين، كان في حاله استغراب شديده، في حاله اندهاش، طب يعني مصابين؟ قعدنا نسال بعض، هم مصابين؟ لا مفيش اي حاله، يعني مفيش اي اصابه، فالاثنين في حاله جيده. ف ايه ليه انت كمستر كيروش او طبعا كابتن وائل جمعه او اي حد مسؤول في منتخب مصر يطلع يوضح اسباب استبعاد محمد شريف وأفشة من المنتخب في الفتره دي؟ ايه السبب؟ هل اللي بيطلع دلوقتي في اجتهادات بتطلع اللي هم عملوا قياسات بدنيه وشايفين اللي هم الاثنين مجهدين بشكل كبير جدا؟ طب ما السوليه لعب برده مضغوط الفتره اللي فاتت ومجهد، حمدي فتحي، في ناس كثيره جدا. برضه هنرجع، طب انت كراجل مدير فني منتخب مصر انت بتقول انا شفت مثلا، ممكن يقول يعني انا شفت الاثنين مش هيفيدوني الفتره الجايه، هو شاف منين احمد فتحي وياسر ابراهيم مثلا هم اللي هيفيدوه الفتره الجايه؟ الاثنين اللي هو ضمهم للقائمه النهائيه اللي هيتلعب ماتش ليبيا.